بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، معلمنا الأول، وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية كل جيل بنطلع بحملة، هاي الحملة نسميها حملة التأسيس. بس صدقني، لو أنا بدي أحكي عن مادة الفيزياء، كل أساتذة الفيزياء في الأردن أي موضوع جديد بينطرح للطالب في كتاب التوجيهي، صدقني إحنا بنرجع له بشكل ضمني. لكن يعني خلينا نعتبر انه هاي الحصص اللي انت هسه بدك تحضرها كطالب مقبل على مرحلة التوجيهي علشان تريحك وتريح استاذك لما نبلش في مادة التوجيهي. فمشان هيك هذا الاساس بينقسم لقسمين بشكل سريع وبشكل واضح. القسم الاول وهو الاساسي المفاهيم الفيزيائية. احنا لما بنعبر عن المفاهيم بدي اعرف شو الكميات الفيزيائية، شو وحدات قياسها، شو رموزها. هذا الحكي مهم جدا، لازم نكون احنا بنتعلمه او نكون متمكنين منه للامانة. والجانب الآخر، وفي طلاب كثير للأمانة عندهم ضعف فيه، وهو الجانب الرياضي أو التأسيس الرياضي. فخلينا نعتبر بأنه يعني التأسيس اللي احنا راح نمشي فيه أو سلسلة حصص التأسيس اللي احنا راح نأخذها راح تنقسم إلى جانبين أساسيات. الجانب الأول جانب تأسيس فيزيائي بالإضافة إلى تأسيس رياضي. وهاي المفاهيم ترى دير بالك ولا في مفهوم أبو شريك أنت ما أخذته. يعني أخوي، كل المواضيع اللي أنا بدي أحكي لك إياها أنت أصلاً ما أخذها قبل، إما في الصف التاسع أو في الصف العاشر أو في مادة الأول ثانوي. فبغض النظر يعني أنت هاي المواضيع لازم تكون متمكن منها. طيب، بس أي طالب حابب يتواصل مع الأستاذ اللي هو معي، أنا الأستاذ خالد مقدادي، بحب أحكي لك بأنه واحد ابعث لي على الواتساب مباشرة بحيث يتم إدخالك على الجروبات. رقم الواتساب بالمعتمد 0799475455. هذا الرقم يا جماعة الخير ابعث عليه أي رسالة، احكي لي أنا طالب، اذكر لي جيلك منطقتك، مباشرة بيتم إدخالك على الجروبات، وأي إشي جديد بتعلق في المادة راح يكون بيوصلك أول في أول. خلينا نبلش بشكل سريع وبشكل يعني هيك خفيف لطيف، شوية أساسيات فيزيائية. جماعة الخير، احنا بنعرف في مادة الفيزياء بانه انا في عندي نوعين من الكميات، انا في عندي كميات قياسية وفي عندي كميات متجهة. الكميات القياسية هي الكميات التي تحدد فقط بمقدار، يعني هاي الكميات اللي انت بتسمي لي اياها الكميات القياسية اللي بتتشعب منها اكثر من كمية راح نعرفهم كلهم، هاي الكميات تحدد فقط بمقدار. فبالتالي في هاي الحالة اللي انت قاعد تذكر لي اياها، لما بنحدد، لما بنحكي عن الكميات القياسية، الكمية التي تحدد فقط بمقدار، ببساطة بتقول لي أستاذ مثل مين؟ بقول لك شوف، مثل لما بنحكي عن الزمن، زي لما بتحكي لي عن المسافة، زي لما بتحكي لي عن الحجم، عن الكتلة، عن الطاقة الميكانيكية، لما بتحكي لي عن الكثافة، عن القدرة، عن الطاقة، عن نصف القطر، عن الطول. هاي الكميات كلها أخوي هي عبارة عن كميات قياسية. يعني أنا لما بدي أعبر عن أي أحد من هاي الكميات فقط بعطيك المقدار. بس أنا هون للأمانة ما بدي بس تعرف الكميات القياسية والكميات المتجهة زي ما رح نعرف كمان شوي، وإنما بدي إياك تكون عارف رموز هاي الكميات ووحدات قياسها. فمشان هيك خلينا نعرفهم واحدة واحدة. خلينا في الكميات القياسية أستاذي. أقول لك شوف، في هاي الحالة لما بتحكي لي عن الكميات القياسية لازم نكون عارفين بأنه يرمز للزمن بالرمز تي، والرمز تي هون جاي من تايم، ووحدة قياس الزمن في هاي الحالة هي عبارة عن السكند. طيب، هاي أول واحدة لازم نكون عارفينها. المسافة يا جماعة الخير تقاس أو يعني يرمز لها بالرمز دي من distance، مسافة. فالدي هاي وحدة القياس اللي إلها هي عبارة عن المتر. بس خلينا نظل متذكرين هيك شغلة بسيطة. هلأ هل المسافة فقط إلها وحدة قياس المتر؟ بقول لك طبعا لا، إما بتنقاس بالمليمتر، بالسنتيمتر، بالديسيمتر، بالمتر، بالكيلومتر، بالمايل، بالفيت. فأنا في عندي وحدات قياس كثير، بس أنو وحدة معتمدة؟ وركز لي على كلمة معتمدة. معتمدة أي بمعنى وحدة القياس العالمية. وحدات القياس العالمية بتعتمد وحدات محددة. يعني لما بدكم تعبروا لي عن المسافة عبر لي عنها بالمتر. طب كانت بالكيلومتر حولها للمتر. طب كانت بالسنتيمتر حول لي إياها للمتر. وقضية التحويل راح أعرج عليها كمان شوي، يعني هي من المواضيع اللي أصلا موجودة في الدوسية. طب لما بنحكي عن الحجم يا جماعة الخير بنعبر عنه بالرمز V، والفي جاي من فوليوم. فوليوم معناها الحجم. فالحجم وحدة القياس اللي له هي عبارة عن المتر مكعب. وخلينا هون أوقف شوي. لما بدي أوقف شوي
بدي اياك تعرف بانه في الفيزياء في عندي نوعين من وحدات القياس. لما بعبر دائما عن وحدات القياس لازم اضل متذكر بانه انا في عندي وحدتين اساسيات. شو هم؟ بتقول لي استاذ اما وحدات قياس اساسيه واما وحدات قياس مشتقه. ما الفرق ما بين وحدات القياس الاساسيه وما بين وحدات القياس المشتقه؟ بتقول لي استاذ ببساطه وحدات القياس الاساسيه زي لما بعبر مثلا عن الزمن. الزمن يا جماعه الخير اتفقت انا وياكم بانه احنا بنرمز له بالرمز تي ويقاس بوحده السكند. زي لما بعبر مثلا عن الحراره. الحراره ابو شريك بنعبر عنها لسه ما حكيناش عنها وراح نحكي عنها لقدام بتي. والتي هاي عباره عن وحده قياسها بتكون سيليسيوس او فهرنهايت او كلفن ووحدات قياس كثير، بس الوحده القياس الاساسيه اللي احنا بنعتبرها معتمده عالميه هي السيليسيوس. وايضا في عندك وحده قياس المسافه. المسافه حكينا عنها قبل شوي يرمز لها بالرمز دي، ووحده القياس اللي إلها متر. والمتر في هاي الحاله هي عباره عن وحده القياس العالميه. زي لما بنحكي عن الكتله مثلا. الكتله باللغه الانجليزيه معناها الماس، ووحده او رمزها او بنرمز لها بالرمز ام الماس. هاي رمزها مش وحده قياس دير بالك، لكن وحده قياس الكتله هي عباره عن الكيلوغرام. فيعني هذول هيك بس شويه وحدات قياس اساسيه رموزهم والوحده اللي احنا بنستخدمها. لكن لما بتيجي بتعبر لي عن وحدات قياس المشتقه هون بتقول لي استاذ بناء على القانون. كيف يعني؟ بتقول لي استاذ شوف، لما حدا يجي يحكي لك مثلا عن السرعه، السرعة من الصف الخامس كلياتنا بنعرف هي عبارة عن المسافة على الزمن. باللغة الإنجليزية بنعبر عن السرعة بالرمز V. V من velocity. هلأ هون هي عبارة عن المسافة على الزمن، يعني هي عبارة عن D على T. طب شو وحدة قياس المسافة؟ بتقول لي أستاذ متر. طب شو وحدة قياس الزمن؟ بتقول لي سكند. إذا خلصنا، متر لكل سكند هي عبارة عن وحدة قياس السرعة اللي إحنا أصلاً اشتقيناها اشتقاق. فهذا الحكي لازم نكون عارفينه. طب غيره استاذي، اول موضوع راح يعني تدرسوه هو عباره عن الزخم. هو من المواضيع اللي احنا راح ندرسها في ماده التوجيه هي عباره عن الزخم الخطي اللينير مومنتم. لما بتعبر لي عن الزخم الخطي بتقول لي استاذ يرمز له بالرمز بي، وهذا طبعا الزخم الدفع القوه التسارع السرعه. هسه لما ارجع لك على الدوسيه بكونوا موجودات ومكتوبات، بس بدي منك من هسه تكون عارف شو يعني وحده قياس اساسيه ووحده قياس مشتقه. مشتقه بناء على القانون، يعني اكتب القانون واحكي لي الزخم شو بيساوي. بقول لك يا استاذ ان في في. بتقول لي بس الامور طيبه. ولك كيف طيبه؟ بتقول اصبر شوي بس استاذي. وحده قياس الزخم هي عباره عن وحده قياس الكتله في وحده قياس السرعه. بقول لك بس الموضوع عندي الكتله معلم هي عباره عن الكيلوغرام ضرب. وحده قياس السرعه انا لسه هسه اصلا عارفها هي عباره عن المتر لكل ثانيه. فشايفين هاي الوحده اللي هي كيلوغرام دوت متر على ثانيه هي عبارة عن وحدة قياس الزخم. هذا ما يسمى بوحدة القياس المشتقة. لما واحد يجي يحكي لي مثلا عن الحجم، الحجم معلم في الفيزياء هو عبارة عن ايش؟ بقول لي هو عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. وعلى فكرة الطول والعرض والارتفاع كلياتهم مسافات، فبالتالي وحدة القياس للفوليوم هي عبارة عن الطول متر ضرب العرض متر ضرب الارتفاع متر. متر في متر في متر هي عبارة عن متر مكعب. فخلينا نضل متذكرين هذا الموضوع، انه انا اي كمية بدك وحدة قياسها بقول لك من عيوني الثنتين، بس لازم اكون على الاقل عارف القانون تبعهم. اذا عارف القانون تبعهم خلص وحدة قياس هاي وحدة قياس هاي وخلصنا، يعني الموضوع بيكون طيب. ارجع بالله، فهاي وحدات القياس اللي انت بتحكي لي عنها لما بتعبر مثلا عن الحجم عرفنا اللي هي عبارة عن متر مكعب. كيف عرفنا المتر مكعب؟ بناء على القانون وحدة قياس مشتقة. زي لما بنحكي مثلا عن الميكانيكال انرجي، الميكانيكال انرجي هي عبارة عن الطاقة الميكانيكية. ودائما اي طاقة، طاقة ميكانيكية، طاقة حركية، طاقة وضع، طاقة حرارة، طاقة صوتية، طاقة شو ما كانت شكلها، اجباري يجب ان تكون وحدة القياس اللي إلها جول. طبعا بنرمز للميكانيكال انرجي بالرمز ام اي. ميكانيكال انرجي والانرجي بشكل عام، الانرجي او الانرجي بنعبر عنه بالرمز اي لحاله. طب حلوين ماشي. غيره تقول لي زي لما بتحكي لي عن الكثافه، الكثافه يا جماعه الخير عادي في ناس بيعبروا عنها بالرمز، احنا كنا نعبر عنها بالرمز هذا الرمز بنسميه رو. رو معناها كثافه او الدنسيتي.
الدنسيتي هاي وحدة القياس اللي لها، هي عبارة عن كيلو جرام لكل متر مكعب. كيف عرفنا وحدة القياس؟ بناء على القانون في الفيزياء. احنا كلياتنا بنعرف بأن الكثافة هي عبارة عن الكتلة على الحجم. طيب شو اللي طيب يا زلمة؟ خلص الكتلة وحدة القياس اللي لها كيلو جرام بنعرفها، والحجم هي عبارة عن V. فبالتالي طبعا سوري الفوليوم، ارجع ولك، فهي عبارة عن متر مكعب. فكيلو جرام دوت متر مكعب هي عبارة، أو لكل متر مكعب هي عبارة عن وحدة قياس الحجم اللي أنت بتحكي لي عنه. هون بدي إياك تنتبه لشغلة، هاي رمزها قلنا رو. طب القدرة هي عبارة عن الباور، والباور بنقدر نعبر عنه بالرمز بي، ووحدة القياس اللي له هي عبارة عن دبليو. دبليو معناها واط، في اللغة الإنجليزية بنسميها دبليو أي دبل تي اللي هي الواط. الواط عبارة عن إيش؟ هذا كله راح تعرفه معي في هاي المادة. زي لما بنحكي عن الطاقة الحركية الكانتيك انرجي، وقلت لك قبل شوي بأنه أي وحدة قياس للطاقة هي عبارة عن جول. آخر إشي بنحكي مثلا عن نصف القطر، عن الراديوس. الراديوس عبارة عن قطر، نصف القطر. طبعا لما بنحكي عن ارتفاع، عن طول، عن عرض، عن نصف قطر، عن هاي كلياتها وحدات قياس للمسافات. فبالتالي وحدة القياس اللي إلها هي عبارة عن متر، فإجباري طبعا بنعبر عن نصف القطر بالرمز ار سمول، ووحدة القياس اللي له ام. آخر وحدة الطول اللي هي اللينث بنعبر عنها بالرمز الكابيتال، ووحدة القياس اللي إلها عبارة أيضا عن متر. فبالتالي هاي عبارة عن كميات كلها بنحددها فقط بمقدار. بتقول لي الكتلة 20 كيلو جرام، بتحكي لي الحجم 3 متر مكعب، بتحكي لي المسافة 4 متر، بتحكي لي الزمن 5 سكند، بتحكي لي الطاقة الحركية 60 جول، وخلص ما بتعطيني اتجاه. مين اللي بيلزم اني انا اعطيك له اتجاه؟ بتقول لي الحجمي. اللي بيلزم اني انا اعطيك له اتجاه هو عبارة عن الكميات المتجهة. الكميات المتجهة بتقول يا أستاذ هي عبارة عن كميات تحدد بمقدار واتجاه. وهون بدي اياك تركز. لما بنحكي عن الكميات المتجهة بتقول يا أستاذ هي عبارة عن كميات تحدد بمقدار واتجاه معا، يعني لازمني مقدار واتجاه. حلوين. طب أستاذ زي مين؟ بتقول لي يوه زي لما بتحكي لي عن تسارع الجاذبية الأرضية اللي بنرمز له بالرمز جي، واللي اصلا احنا بنحكي عنه مقداره 9.8 متر لكل ثانية تربيع، ووحدة قياسه متر لكل ثانية تربيع لأنه تسارع أصلا. زي لما بنحكي عن السرعة يرمز للسرعة بالرمز في، والفي جاية من velocity من سرعة، ووحدة القياس اللي له متر لكل ثانية. زي لما بنحكي عن الإزاحة، الإزاحة في اللغة الإنجليزية معناها displacement. نعبر عنه دي؟ لا تعبرش عنه دي. ليش؟ لأنه عبرنا عن الديستانس، دي المسافة كمية قياسية، لكن الإزاحة بنعبر عنها بالرمز دلتا إكس أو دلتا واي على حسب الإزاحة الجسم كيف كان يتحرك. هل كان يتحرك على البعد الأفقي دلتا إكس، ولا كان يتحرك على البعد العمودي دلتا واي؟ ففي هاي الحالة أيضا الإزاحة من المسافات أو من الكميات التي تقاس بوحدة القياس المتر. زي لما بنحكي عن التسارع، التسارع نرمز له بالرمز A من acceleration تسارع، ووحدة القياس اللي له متر لكل ثانية تربيع. بعرف انه جزء كبير من الطلاب للأمانة عنده علم فيهم ومتمكن منهم، يعطيك العافية، في مواضيع ثانية، بس احنا قاعدين بنطلع السلم درجة درجة. في البداية لازم كلنا نكون عارفين هاي الكميات شو رمزها، شو وحدة قياسها، وهل هي كمية قياسية ولا متجهة. هذا في البداية لازم نكون داخلين على التوجيه عارفينه. طيب زي لما بتحكي لي مثلا عن الدفع، الدفع بنسميه الامبلس. impulse معناها دفع، ويرمز له بالرمز I، ووحدة القياس اللي له هي عبارة عن نيوتن دوت سكند. طب زي لما بتحكي لي عن الزخم، الزخم يرمز له بالرمز B، وهو عبارة عن اللينير مومنتم. بقول لي أستاذ ووحدة القياس اللي له اشتقيتها قبل شوي أنا وياك على الوايت بورد، كانت عبارة عن كيلو جرام في متر على سكند. بقول لي أستاذ الوزن، الوزن إما بنرمز له بالرمز weight أو بلاها كلمة اف دبليو، ممكن نرمز لها بالرمز اف جي مثلا. طبعا تسميات، في ناس بتسميها اف دبليو اللي هي قوة الوزن، في ناس بتسميها اف جي، في ناس بتسميها دبليو لحالها الويت. فيعني تعدد الآراء لا يفسد للود قضية، يعني احنا بالنهاية عارفين وزن. والوزن هون دير بالك، الوزن اف جي هو عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية. دير بالك بموتك إذا بتخربط فيهم هدول. كيف يعني؟ هاي عبارة عن الكتلة، وهاي عبارة عن تسارع الجاذبية
الأرضية، وتسارع الجاذبية الأرضية شريك اللي هي أصلاً أنا أعطيتك إياها، اللي هي مقدارها تقريباً كم؟ 10 متر لكل سكند تربيع. طب فبالتالي في فرق ما بين الكتلة والوزن طبعاً، بس الكتلة كمية قياسية، الوزن كمية متجهة، الوزن بيمثلي حاصل ضرب الكتلة ضرب 10. يعني لما واحد يجي يقول لي أنا وزني 80 كيلو جرام، بس كنت بقول له انت زلمه بتفهمش، انت مش مزبوط اللي بتحكي لي اياه. ليش؟ لانه انت حكيت وزن بس اعطيتني كتله، انا ما بحكي لك عن كتلتك، انا قاعد بحكي لك قديش وزنك. اوكي ماشي، وزني انا معلم ابو الخل وزنه كتلتي 80 كيلو جرام ضرب 10، استاذ انا وزني 800 نيوتن، لانه وحده قياس الوزن هي نيوتن، لانه الوزن تعتبر قوه، واي قوه في الدنيا ووحدة القياس اللي إلها نيوتن، زي ما كنت أحكي لك قبل شوي بأنه أي طاقة في الفيزياء وحدة قياسها جول، أي قوة وحدة قياسها نيوتن ما عدا القوة الدافعة اللي راح نحكي عنها بعدين وحدة قياسها فولت. وفي عندك القوة لحالها، القوة يا جماعة الخير اللي هي عبارة عن فورس يرمز لها بالرمز F، ووحدة القياس اللي إلها نيوتن. هاي الكميات يعني حاولت أحصر قدر قد ما بقدر، هلا في كميات جديدة راح تنطرح معاكم، ممكن يعني تدرجها انت لحالك تصير تعرف هاي كمية متجهة استاذ، هاي كمية قياسية، هاي كمية يرمز لها بالرمز كذا، وحدة قياسها كذا. هذا الشيء اللي قلت لك الاساس اللي احنا لازم نكون عارفينه. طيب خلصنا من هذا الموضوع، شو اللي بدك اياه؟ بقول استاذ شوف، بعد ما خلصنا هذا الموضوع طبعا ركز لي على شو، كل صفحة في عندك هيك زي حافز يعني زي إشي لطيف. هون حكينا عن وحدات القياس، وقلت لك انه تقسم وحدات القياس الى نوعين، انا في عندي وحدات قياس اساسيه وفي عندي وحدات قياس مشتقه. اساسيه زي لما بعبر عن الكيلوغرام، وبالمناسبه الكيلوغرام هي عباره عن وحده قياس الكتله، والتي يرمز للكتله بالرمز ام. زي لما بنحكي عن مثلا المتر، المتر وهي عباره عن وحده قياس المسافه، او طبعا لما بقول لك مسافه ازاحه نصف قطر ارتفاع كلهم نفس التعبير. وحدة أو يرمز لها بالرمز دي، مثلا وحدة قياسها متر. زي لما بحكي عن السكند، السكند وحدة قياس الزمن، الزمن اللي بنرمز له بالرمز تي. هاي كميات وحدات قياس أساسية ما بنلعب فيها، خلص بتضل هيك تايم سكند، المسافة بالمتر، الكتلة بالكيلوغرام. لكن في عندي وحدات قياس أيضا مشتقة بناء على القانون، هون بدي إياك تركز. زي لما بنعبر عن المتر مكعب، وهو عبارة عن وحدة قياس الحجم اللي هو الفوليوم، والفوليوم كان عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع. الطول وحدة قياسه متر، والعرض وحدة قياسه متر، والحجم وحدة قياسه متر، متر في متر في متر بيطلع عندي المتر مكعب. زي لما بتحكي لي عن الاي، الاي اللي هو عبارة على فكرة الامبير، لانه هذا ما حكيناه قبل، الامبير وحدة قياس التيار، وحدة قياس التيار. طب أستاذ أنا كيف بدي أعرف الأمبير هذا؟ بقول له تعال يا زلمة، التيار من أحد القوانين اللي راح ندرسها مع بعض طبعا في المادة، هي عبارة عن الشحنة على الزمن. طب أستاذي شو وحدة قياس الشحنة؟ بتقول أستاذ وحدة قياس الشحنة هي كولوم. طب شو وحدة قياس الزمن؟ بتقول أستاذ الزمن هو عبارة عن سكند، إذا كولوم لكل سكند هو عبارة عن وحدة قياس التيار اللي منعبر عنه أنا وياكم بالأمبير. حلوين؟ بتقولي اه حلوين، اذا شو هو الامبير وحده قياس التيار اللي بيعبر اصلا عن الكولوم لكل سكند. طب ماشي، ولقدام لقدام بس نحكي عن الماده وندخل في ماده التوجيهي راح نصير نعرف وحدات القياس. يعني لما واحد يجي يقول لي استاذ شو تعريفك للامبير، واحد يروح يقول له الامبير هو عباره عن كولوم لكل سكند، بقطعه بمزع شعره. ليش استاذ مالك؟ الامبير في هاي الحاله لما بدي اعرفه تعريف فيزيائي بناء على القانون. كيف؟ تعال، هاي شغلة من الشغلات اللي راح نعرفها في المادة بشكل بسيط ويعني موضح بشكل لطيف كمان. لما بدك تعرف أي وحدة قياس بعرفه من القانون، بحكي لك الأمبير هو مين؟ آي. آي يا جماعة الخير هو عبارة عن التيار، تمام؟ اللي هو الكرنت. فبقول له الأمبير هو عبارة عن التيار الكهربائي الناشئ عن عبور شحنة كهربائية مقدارها واحد كولوم في زمن مقداره واحد ثانية في مقطع موصل عرضي. طبعا لما بنحكي عن التيارات راح تفهم شو يعني مقطع موصل عرضي، وراح تفهم شو يعني مرور وعبور، هذا الحكي كلياته راح تفهمه، بس دائما شو اصل الـ او شو تعريف وحده القياس من خلال القانون. طب ماشي، الامبير هو عباره عن التيار الكهربائي الناشئ عن مرور شحنه مقدارها واحد كولوم في زمن مقداره واحد ثانيه.
في مقطع موصل عرضي. طب ماشي. والاستاذ، ومتر لكل سكن تربيع هو عباره عن وحده قياس اصلا التسارع. الاكسلريشن هو عباره عن في او دلتا في على دلتا تي. في يا جماعه الخير وحده القياس اللي لها متر لكل ثانيه، على وحده قياس الزمن لاي ثانيه، متر لكل ثانيه على ثانيه. في هاي الحاله راح يطلع عندي متر لكل ثانيه تربيع. وهون خليني انبه لاشي، والله هذا الحكي انه بفرق مع الطلاب، والله حتى كنت طالب شاطر مرات بتخربط فيهم، انا اسف يعني. انت هسه بتحكي لي الاكسلريشن، الاكسلريشن اللي هو التسارع، انا وياك بنعرف هو عباره عن التغير في السرعه على التغير في الزمن. طب شو وحده قياس السرعه؟ بقول لك شوف، من زمان نعرف انه السرعه وحده القياس اللي لها متر لكل ثانيه على وحده قياس الزمن بتقول لي ثانيه. هون الطالب بقع في الفخ وببطل يفهم، هل وحده القياس اللي هل هون السكن تروح مع السكن ولا ما؟ مش استاذ دائما اعمل الحركه هاي هيك، واضرب البسط، ها بسط، وهذا كامل مقام، اضرب لي البسط في مقلوب المقام. البسط يا جماعه الخير متر لكل سكند، ضرب المقام سكند بس. لا دقيقه يستر بيتك، لا مش سكند يا ابو شريك، هذا سكند على واحد، مقلوبه تقول استاذ واحد على سكند، فشو راح يصفي عندي؟ متر لكل سكند تربيع. يعني ضل متذكر هذا الموضوع، او بخفف على الطالب بقول له شوف مش هي متر لكل سكند الكل على سكند، بقول لك لاحظ هذا عبارة عن مقام البسط، مقام البسط مقام، مقام البسط مقام، ومقام المقام بسط. كيف يعني؟ يعني تخيل كان في عندك 2 على 4 الكل 6 على 2، وبديش اختصرهم، تقول لي عادي يا زلمة، ها هاي عبارة عن مقام المقام، مقام المقام بتتصير بسط، وهاي عبارة عن مقام البسط، مقام البسط مقام. فشو راح يصفي عندي؟ 2 ضرب 2 على 4 ضرب 6، 2 ضرب 2 4، مع الأربعة بتطير، فراح يطلع عندك 1 على 6. بيجي طالب ثاني بيقول لي يا زلمة أنت صعبتها. طبعا أنت حر، أكيد لك حرية التعبير، إحنا قاعدين بناخذ أكثر من طريقة بحيث إنه لقدام في المعادلات تصير معاملتك الرياضية أسرع، أنا هذا اللي بدور عليه. بقول لي أستاذ تعال مش 2 على 4، على 6 على 2، بضرب البسط في مقلوب المقام، حاضر، فشو راح يصفي عندي؟ 2 على 4 ضرب مقلوب المقام 2 على 6. بقول له ماشي، بقول 2 مع 2 مع 4 بتطير، فراح يطلع عندي 1 على 6، برضه صح. فاللي بدك اياه اعمله انت بالنهايه، دبر حالك يعني، اشتغل رياضيات بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه. طيب هلا بقول له استاذ بس بدي اياك تكون فاهم انه انا في عندي وحدات قياس لازم نكون عارفينها، زي لما بعبر عن الشحن الكهربائيه بنرمز للشحن الكهربائي بالرمز كيو، وحدة القياس اللي إلها سي من كولوم. وهذا الموضوع مش جديد بالنسبة لكم، درستوه في الصفوف في المدرسة السنوات الماضية، التيار الكهربائي بنرمز له بالرمز I، ووحدة القياس اللي إله هي عبارة عن الأمبير. وللأمانة عرفنا أنه الأمبير وحدة القياس اللي إله هي كولوم لكل سكند، هذا الشيء عرفناه هسا. الجهد الكهربائي ويرمز له بالرمز V، ويقاس بوحدة الفولت ويرمز للفولت ايضا بالرمز في. الكثافه حكيناها قبل بنرمز لها بالرمز زي رو. الكتله اللي او وحده القياس اللي لها جرام لكل سنتيمتر مكعب، او كيلو جرام، او كيلو جرام لكل متر مكعب. طيب هون كاتب لك هيك ان قوه الدفع تخلق المزيد من قوه الدفع، وكذلك التحفيز فانه يغذي نفسه بنفسه. بديش اطول عليكم في الحصه الاولى خصوصا يعني، بس الفكره بانه الحصه الجايه بدي احكي هيك بشكل سريع عن مجموعه من قواعد الاسس. لما بحكي عن قواعد الاسس عشان تكونوا فاهمين، انا في عندي قاعدتين 3 4 5، هاي القواعد لازم اكون انا قادر اتعامل معاها، سواء امتحاني كان فياته الي حاسبه او ما كان فياته الي حاسبه. هذا الموضوع كلياته راح يغذينا هيك اتباعا. الدوسيه جماعه الخير فياتها للامانه مواضيع كثير، لو هيك بس بشكل سريع وبضرب من بعد ما نخلص مواضيع الاسس بنحكي عن مواضيع القسم الطويل، والفكره اللي بدي اياك تكون عارفها، بعدين فكره النسبه والتناسب، وهي من المواضيع اللي للامانه جدا مهمه لازم احنا كطلاب نكون عارفينها. بعد هيك راح نحكي عن التحويل ما بين وحدات القياس، وهذا الجانب الطلاب كثير بتخربط فيه، انه انا كيف بقدر احول من سنتيمتر لمتر، من سنتيمتر مربع لمتر مربع، كيف بقدر احول من دقيقه لساعه لثانيه، هاي التحويلات كلياتها لازم نكون احنا قادرين نتعامل معاها. بعد قضية التحويل راح نحكي طبعا
عن هذا كله تحويل 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 تحويل، بعد هيك راح نحكي عن البادئات ورموز البادئات وكيف ممكن الأسئلة أصلاً يندكر فيها البادئات في مادة التوجيهي برضو كمان داخلة بشكل ضمني. بعد هيك راح ننتقل أنا وياكم على الفرق ما بين المسافة والإزاحة، والفرق بيناتهم بسيط راح أقول لك إياه ذكر. بعد هيك التحليل الرسمي البياني بأنه العلاقات السلوب إيش بيمثل لي، كيف بعرف العلاقة الطردية العلاقة العكسية، لازم أنتبه على المحاور وحدات قياس المحاور. هذا الحكي كلياته راح يدخل معك أيضا بشكل ضمني في مادة التوجيه، فمشان هيك لازم يكون عندي هاي الحصيلة من المعلومات. كمل معاي، بعد ما نخلص هذا الموضوع راح أنتقل أنا وياك لطرق إيجاد المحصلة، وهذا من أكثر المواضيع أهمية للأمانة. يعني هذا من المواضيع اللي أنا بركز عليها كثير، هاي من المواضيع اللي أنا بدي الطالب يكون جد فاهمها. أنا في عندي كميات متجهة، الكميات المتجهة بقدر أنا أوجدها أو أوجد محصلتها بثلاثة طرق، راح نحكي عنهم كلهم، الجمع والطرح والتعامد والفرق بيناتهم وكيف بقدر أوجد اللي بدك إياه. هذا كمله 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 بعد ما نخلصه، تحليل المتجهات راح نرجع نحكي عنهم، راح أحكي عن القوة المركزية لارتباط الوثيق للأمانة في مادة التوجيهي، راح نحكي عنها ونحكي عن أمثلة بتتعلق فيها، راح أحكي عن الاتزان ومن المواضيع اللي برضو كمان بتضرب في 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 مادتنا في الوحدة الثانية خصوصا. فهاي المواضيع كلها كل اللي أنا قاعد بحكي لك إياها، هاي من المواضيع اللي أنت كطالب لازم تكون عارفها. راح نحكي عن أنواع المثلثات علشان مواضيع الزوايا، راح أرجع أحكي كمان عن الطاقة الميكانيكية وأهمية الطاقة الميكانيكية وحفظ الطاقة الميكانيكية، وهذا من المواضيع اللي الطالب للأمانة بيطلع من مادة العاشر والأول ثانوي وهو مش فاهمه، فهذول لازم نفهمهم ونتخيلهم بالإضافة للبوتنشال إنرجي والكاينتيك إنرجي والعلاقة بيناتهم. راح أحكي عن النظام المعزول وغير المعزول اللي هو المحافظ وغير المحافظ، راح نحكي عن قوانين نيوتن للحركة الأول والثاني والثالث، وكيف بقدر ركز كيف بقدر أدخلهم وأستفيد منهم في المادة كمان. بعد هيك راح نحكي عن قوانين نيوتن، حكينا عنهم خلصنا، راح نحكي عن قانون نيوتن الثالث. هيك خلصنا خلص، هيك ضل متذكر الحكي هذا بالله، بأنه كالكون أنت لا حدود لقدراتك، حلمك ملكك وطريقك أمامك لا يملكها إلا أنت، فليكن نجاحك نجمة تنير دربك وتلهم من حولك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح بصيرتكم وما يضيع لكم تعب، وإن شاء الله أنه يعني نكون من الأسباب اللي أدت لتفوقكم ونجاحكم إن شاء الله. محبكم دوما وليس يوما، وخليكم متذكرين دائما أستاذ خالد مقدادي جد بحبكم ومتفائل في هذا الجيل بطريقة انتم مش متخيلينها. ما تنسى الرقم اللي كتبت لك اياه في البدايه، ابعت لي عليه واتساب بحيث يتم اضافتك على الجروبات، واي سؤال واي مشكله بتواجهها واي استفسار حابب تعرفه تواصل عن طريق الواتساب وراح يتم الاجابه بشكل مباشر. استودعناكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، موفقين، يعطيكم العافيه.